يا هلا بالشباب، حياكم مقطع جديد حق لعبة شنمو. وهالمرة بنتكلم عن شنمو 3، لان اشوف اللاعبين قاعد يسولفون عن اخر عرض طلع اللعبة. واول شيء راح نتكلم عنه اللي هو رسومات اللعبة. من ناحيتي اكثر اللاعبين اللي كلمتهم قالوا ان رسومات عادية ونحس ان اللعبة راح تفشل، بس حق الفانز اللي شافوا العرض راح يشوفون ان هذه شنمو 3 اللي نبيها، وما عندنا اي مشكله مع الرسومات، لان بالاخير هي لعبه كيك ستارتر او لعبه فيها ميزانيه صغيره، فصعب انك تعطي افضل من الرسوم. فالرسوم شفناها جيده وقريبه من رسوم دريم كاست، ما قلنا قريبه ان نفس المستوى الرسوم، بس لما تشوفها او اي فان يشوف العرض اللي طلع راح يقول هذه لعبه شنمو. يعني اذا انت تحب اللعبه وتحب السلسله، لما تشوف العرض راح تقول عدل هذه شنمو. فالرسومات ككل اشوفها جيده، وحتى الانيميشن صدق ان اول ما طلع او اول عرض طلع حق اللعبه كان جدا سيء، بس مع اخر عرض شفناه اللي هو قبل تقريبا اسبوع، فرق بالانيميشن كان مبين وواضح وتعدل عن عروض طلعت قبل. فنشوف هني ان المطورين قاموا يهتمون وينجزون اكثر، ويعني ان شاء الله لما تنزل اللعبه تكون صارت احسن من المستوى اللي شفناه باخر عرض. من ناحيتي في الشغله عجبتني باخر عرض انه طلع لاندي باخر عرض شفناه للعبة. لاندي هي الشخصية اللي حقدنا عليها من واحنا صغار، ودائما نبي ننتقم منه بالشيء اللي سواه في ابو البطل. وطبعا من ناحية القصة او حق الاشخاص اللي لعبوا الاجزاء القديمة بيدرون ان سبب من الاسباب ان ليش لاندي ذبح ابو البطل، اللي هو ان هم ابو البطل اوي هوزوكي ذبح ابو لاندي حق اسباب ما عرفناها. بس ما يندرى، يعني احنا شفنا صورة بالجزء الاول اللي هو بسرداب ابو البطل، شفنا صورة ان ابو البطل مع الشخص انا اشوفه ممكن يشبه لاندي، بس ما ندري اذا هذا ابو لاندي او لا. فالقصة مو محكورة ان البطل اللي بيذبح لاندي عشان يذبح ابوه، بس في شغلات صارت قبل ولا حين ما نعرف عنها، وان شاء الله تبين الجزء الثالث. حق الاشخاص اللي يحبون السلسلة راح يدرون ان الجيم بلاي او طريقة الفايت باللعبة ماخذينه من فيرتشو فايتر، بس هالمره مطبقينه عدل وماخذينه عدل من فيرتشو فايتر. انا اشوفه افضل من قبل، وهالمره ماخذين طريقه الفايت بالضبط من لعبه فيرتشو فايتر الجزء الرابع. فطريقه الفايت اللي شفناه اشوفه احلى من اول الثاني، واتوقع بيكون ممتع واحنا نلعب او نخوض فيها المغامره. بس حق اي شخص لعب السلسله ولعب الجزء الاول الثاني، اهم شيء عندنا هو القصه. بس الشيء اللي شفناه من اكثر اللاعبين بالفتره الحاليه انهم يقولون اللعبه نتوقع انها راح تفشل. هذا حي طبعا حق الاشخاص اللي مو ناطرين السلسله، بس من ناحيه محبين السلسله احنا هاللعبه اثرت فينا بشكل كبير من 20 سنه. يعني انتم متخيلين ان اللعبه صار لها 20 سنه والحين ترجع؟ مو اي لعبه تقدر تسوي شيء هذا. القاعده الجماهيريه حق لعبه شنمو مو هينه، هي اللي قدرت ترد الشيء اللي شفناه اللي هو طبعا شنمو 3. لو مو جماهير ما كنا شفنا اللعبه. فلعبه شنمو بالنسبه لي او بالنسبه حق قاعده جماهيريه كبيره، ان لعبه شنمو لها ذكريات صراحه ما تنسي. من اول ايام شفتها يعني مجله العاب الكمبيوتر، اذا ذاكرين هالمجله حطوا عن شنمو اول مره، كنا نشوف الجرافيك كنا نقول واو شنو هالجرافيك. شنمو اللي لعبها الحين ويقول اللعبه يعني سيئة، او ان اللعبة فيها شغلات يعني يقول متوقع شيء اكثر. اللعبة بوقتها يعني 20 سنة نازلة تقريبا مع بايوهازارد 2، فالانجاز اللي كنا نشوفه بالرسوم وبالعالم اللي يتحرك حواليك والعالم تحس كأنه حي والناس اللي تروح وظيفتها تشتغل وترد، هذا كله كان انجاز جميل بلعبة شنمو. لعبة شنمو يعني من اول العاب اللي عطتنا معنى الاوبن وورد بالشكل الحقيقي، معنى الحياة الواقعية. وفي شغلة مهمة حبيت أذكرها، أن يوزوكي الشخص هذا أنا أثق فيه. يوزوكي يعتبر مثابة مايوموتو حق شركة سيجا، هو من الأشخاص اللي قوم شركة سيجا بأيام عزها لما كنا نشوف على جهاز سيجا جينيسيس والأجهزة القديمة هذه. فيوزوكي هو نفسه اللي اشتغل على شنمو 1 و 2 والحين قاعد يشتغل على الجزء الثالث. فالشخص هذا أنا أثق فيه ثقة أنه راح يجيب لنا جزء جديد جميل حق لعبة شنمو 3. بالأخير ما بيطول عليكم أكثر بالمقطع، بس لعبة شنمو أنا متفائل لها، متفائل إن شاء الله الجزء الثالث يطلع جزء حلو.
أو على الأقل نكمل القصة أو ننهي القصة مع الجزء الثالث، وما نبي حتى رابع أو خامس بس نبي نخلص القصة. يعني لعبناها بوقت عمرنا تقريبا 14 سنة والحين داشين 34 سنة، فبس نبي نشوف القصة ونخلص. وأتوقع هذا رأيي ورأي أي شخص محب حق السلسلة. بالأخير أتمنى يكون عجبكم المقطع، وأعطونا رأيكم منو متحمس حق لعبة شنمو 3، ولا تنسون اللايك والكومنت، متابعة القناة أهم شيء، اللايك وأهم شيء متابعة. يعطيكم العافية شباب.